يأتي لنا المساء بجماله وهدوئه ليلبس الأرض حلة زاهية ومرصعة بالنجوم. مشاهدينا الكرام، أنتم هي تلك النجوم والتي تزين سماء برنامجكم لفجيرة تجمعنا، واللي ييكم كل ليلة وعلى الهواء مباشرة من الاثنين لين الجمعة ومن الساعة 8 لين الساعة 9:30. فحياكم معنا في الفجيرة تجمعنا. مشاهدينا، وكالعادة فقراتنا متنوعة وفيها كثير من المواضيع الموجودة في الدولة واللي بلا شك راح نسلط الضوء على أبرزها. بداية راح نتكلم عن استمرار تلقي المشاركات في مبادرة المؤسسات المراعية للسن في فقرة إماراتنا. فريق عطاء حمدان التطوعي ينظم ملتقى صيفي للأطفال، ووفد أكاديمية الفجيرة للفنون يحصل على عضوية منظمة المايمة العالمية في العاصمة الصربية بلغراد في فقرة هنا الفجيرة، وأيضا أثر الحضارة الإسلامية على الحضارات الأخرى في فقرة مجلس الدار، والموضوع فتح باب الترشح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها 15/2023. أما في فقرتنا الأخيرة من ذاكرة الفجيرة راح نتكلم عن منطقة قديمة تابعة لعمارة الفجيرة. مشاهدينا، خلونا نروح وياكم للخبر الأول، وهو طبعا كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه ويطول في عمره، عن الكلمة اللي وجهها لشعب الإمارات وللمقيمين أيضا على أرض هذه الأرض الدولة، وكان أساسها وهو نهج، وإحنا متعودين هذا النهج من أيام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله رحمة واسعة، وهو نهج التعايش الإنساني مع الجميع ولله الحمد. مشاهدينا، ننتقل وياكم أيضا للخبر الثاني. بدأت طلائع حجاج الإمارات العائدين من الأراضي المقدسة بالوصول إلى أرض الدولة، وذلك عبر عدد من الرحلات الجوية إلى مطارات الدولة، ووصلت صباح أمس إلى مطار دبي الدولي مبنى رقم 1 أول دفعة من حجاج الدولة على متن طيران الإمارات، على أن تتبعها أفواج أخرى أيضا من يوم أمس واليوم بواسطة الناقل الوطني والخطوط الجوية السعودية، فيما أنهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استعداداتها لعودة رحلات الحج القادمة من الأراضي المقدسة، حيث وضعت خطة متكاملة لإنهاء إجراءات الوصول. ووجه الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بالتدابير اللازمة وتوفير كل الإمكانيات لتسهيل إجراءات الحجاج المسافرين بسرعة قياسية، مشيدا بجهود مأموري جوازات إقامة دبي ومتابعتهم ملف الحجاج المدرج على قمة أجندة أعمال الإدارة. وأشار إلى أن الفوج الأول من الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة يصل مطار دبي مبنى رقم 1 بعد أدائهم مناسك الحج صباح أمس وسط حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها إقامة دبي لضمان رحلة عودة آمنة لنحو 850 حاج وحاجة في اليوم الأول بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المطار، على أن تتبعها دفعات أخرى. مشاهدينا، دائما ننشد للماضي من خلال العادات والتقاليد والتراث الأصيل والعريق لأجدادنا، وفي هذا التقرير راح نشوف كيف كانت العادات أيام زمان وخاصة في مناسبة العيد. خلونا نشوف هذا التقرير. لما يجينا العيد يعني يهل علينا العشر، حسب حساب تحسب ذيك اليوم ما شيء يعني طحين إلا من نفس المنطقة بر نزرع بيدينا، نزرع من الضواحي هذه الحرماس. شو يسوون يعني من قبل يومين يعدن على الرحى هذه يطحنن البر هذا، كل حينة وحدة تيازة لأنه بيصبح علينا العيد. زين قبل بيومين هذا يهزوا يعني، لأن في رحى مخصصة في مكان يعني، وكل واحد يجيب حب. زين
حب دخن، حب بر، حب يعني ذراء الموجود عند عندهم يعني. صبح علينا العيد زين، صرنا صلينا وتصافحنا في المصلى، وبعد ما جينا زرنا الأقارب والأرحام اللي قريب زين، سلمنا عليهم، حطينا ويبة الإفطار وتقهوينا وعيدنا من الله خير، وبعد ما تقهوينا صرنا إلى زيارة بعدنا إلى حد باقي نسلم عليه. هذا بالنسبة لليوم الأولي، لأن إحنا كنا يعني محلين. اليوم الثاني ننتقل إلى الجهة الثانية، بريوق وغدا ومعهم يعني. اليوم هذا كان في الفريق هذا، باكر في الفريق الثاني زين، ريوقنا وغدانا. وكانت بعد في حفلات عندنا رزيف، كان عندنا المغرب يبدا رزيف وحفلات وهذا، نفرح مثل الحين ذيك اليوم يعني. هذا عند الكنادير هذه حق الصبيان، هاي الصغار يطبخوهن، يجيب لهن يسموه حل وورس وحل حلو، ويحطوها في الدوري كذا ويمرسوها يعني عشان يتغير لونها. حتى الكبير بعد مر علي يلبس عادي، إلى صلى هنا ولا يلس يوم يثور، هذا كله حل. المكان هذا اللي من الكندوره اللي هو صابغنها يعني، نسميه صبغه احنا. كذلك الحرمه اللي تعد يعني يهد ملابس، الرجال يجهز ملابسه، الفرخ يجهز له ملابسه زين. عيديه ذيك اليوم ماشي، بيقول لك عيديه فلوس يعطوهم عيديه، حق الاولاد ماشي عيديه. الاصغار يفرحوه بشيء، حياه بسيطه يعني من عندهم من داخليه يعني من البلد. تسمع هذا بالنسبة للعياد طال عمرك. الألعاب كانت موجود، بريحانات يسووا بريحانات يتمريحوا يعني. شروا اليوم لك هذيك اليوم بحبال، اليوم آلة من حديد، لك هذيك اليوم حبال مريحانات يتمريحوا. حتى الكبار حتى الصغار يعني فرحة كبيرة، وتكون يعني رزفة، وحتى ضرب التفق أفراح يعني من العصر حين تبدأ الأفراح عقب صلاة العشاء يعني. هذه كلها رزيف واغاني والعاب للاطفال، اللي يلعب والشيء والريال الكبير اللي هو يرزف واللي يجول. فرحه عظيمه، فرحه جميله طيبه. بننتقل وياكم ويا بعض للاماره الباسمة، إمارة الشارقة، حيث أكد مكتب الشارقة مراعية للسن التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية عن الاستمرار في تلقي طلبات المشاركة في مبادرة المؤسسات المراعية للسن. راح نتعرف أكثر عن هذه المبادرة مع ضيفتنا عبر زوم الأستاذة أسماء سمير الخضري، مدير مكتب الشارقة المراعية للسن. أستاذة أسماء حياك الله في برنامج الفجيرة تجمعنا. أهلين، مساء النور، مرحبا. يا مرحبا بك استاذة. في البداية لو تعرفينا على مبادرة المؤسسات المراعية للسن. بداية السلام عليكم، ونحب بداية نشكركم على استضافتكم لبرنامج الشارقة مراعي للسن. طبعا مبادرة المؤسسات المراعية للسن هي مبادرة انطلقت من مكتب الشارقة مراعي للسن، والتي تهدف إلى مجموعة من الأهداف تتضمن التسهيل على فئة كبار السن، حيث تتضمن هذه المبادرة مجموعة من المعايير التي تتضمن البنية التحتية، الخدمات، تمكين كبار السن. فهذه المحاور الرئيسية لهذه المبادرة. طبعاً عن هذه المبادرة، هي مبادرة مفتوحة إلى جميع الدوائر الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، بحيث إنه الدائرة تعمل طلب تسجيل أو التحق بهذه المبادرة، وتتعرف على المعايير المطلوبة، وتحاول المؤسسة أو الدائرة إنها تستوفي المطلوب، بحيث إنها تعرف مثلاً في مجال البنية التحتية في مجموعة من العوامل أو المتطلبات، هل الدائرة تستوفي هذه المتطلبات أم لا. وعادةً يكون التقديم أونلاين عن طريق الطلب الإلكتروني، وتكون هناك عادةً في لجنة مختصة، هذه اللجنة بتقيم جميع طلبات المشاركة، وبتم اختيار الجهات اللي استوفت المعايير، استوفت ما لا يقل عن 80% من المعايير المطلوبة، حتى يلقب المبنى أو المؤسسة بأنه مراعي للسن. طبعا هذا باختصار كبير
عن مبادرة مؤسسات المراعي للسن. نعم أستاذة أسماء، يعني الله يطول في عمرهم ويحفظهم كبار السن اللي نحن عايشين بحسهم، كيف أستاذة كيف توفر هذه المبادرة الخدمات المقدمة لكبار السن هذيل الله يحفظهم؟ نعم مثل ما تفضلت بالفعل، يعني هذه المبادرة جاءت يعني لرد جزء بسيط من فضل كبار السن علينا، وإنه التوجه العالمي إنه إحنا نكسر عزلة كبير السن، بحيث إنه كبير السن يقدر إن هو يتلقى ويوصل الخدمة بأقل قدر من العراقيل أو الصعوبات. مثال على ذلك من أحد المعايير البنية التحتية، طبعاً كبير السن إذا قدر إن هو يتحرك ومثلاً إن هو يزور المؤسسة، لا يجب إن تكون إنه البيئة الهندسية أو البيئة البنية التحتية مهيئة لكبير السن إن هو يوصل للخدمة. طبعاً أنا في هذه الحالة أنا سهلت على كبير السن، يعني يقدر إن هو مثلاً يدخل المبنى، يكون في سلوب سهل لوصوله، تكون هناك في خدمة العملاء اللي هي تعطي الأولوية بتوفير الخدمة، وجود مثلا كرسي متحرك، وجود مواقف معينة تخدم كبير السن. كل هذه العوامل بالتأكيد بتساعد كبير السن، بتساعد كبير السن، بتساعد عائلته كذلك، وبتسهل وصوله إلى تلقي الخدمة. يعني الهدف الرئيسي من كل هذه المبادرة إنه ما يكون العمر عائق على كبير السن هو يتحرك يتلقى أي خدمة معينة، بالعكس إحنا المفروض إحنا نيسر له الخدمات، نسهل وصوله ونسهل تلقيه للخدمة طبعا بكل يسر وبكل سهولة بأقل قدر من العراقيل. فجاءت هذه المبادرة اللي تدعم هذا التوجه، نحفز كبير السن على الخروج، نحفز كبير السن على الاختلاط والتفاعل مع البيئة الخارجية للمجتمع الذي يعيش فيه، بحيث ما يكون في هناك عزلة لكبير السن. فبالتأكيد بتخدم كبير السن. طبعاً أهداف كبيرة يعني لهذه المبادرة، حتى أنها كمان هي عبارة عن تسليط الضوء على المؤسسات اللي بالفعل أخذت جهد أنها تخدم هذا الشريحة العزيزة علينا جميعاً. فأنا كمؤسسة المفروض أن أتبنى هذه المعايير، يعني أظهر يعني ولا انتماء إلى هذا كبير السن، إنه بالفعل أنت مرحب فيك في كل مكان وفي كل زمان وبكل طريقة، إنه ما يكون في أي سدود أو حواجز لوصول كبير السن لتلقي الخدمة بالدوائر والمؤسسات. هذه الفكرة نعم. الرئيسية. نعم جميل أستاذة. أستاذة خلينا شوي نسلط الضوء على الأهداف الأخرى، وخلينا شوي نطلع عالميا. هل لهذه المبادرة دور في تعزيز عضوية إمارة الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن في منظمة الصحة العالمية؟ بالتأكيد إحنا برنامجنا برنامج شارقة مراعي للسن هو عبارة عن برنامج عالمي تبنته منظمة الصحة العالمية. نعم. والحمد لله رب العالمين الشارقة كانت أول مدينة عربية على مستوى العالم تنضم للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن. نعطي فكرة بسيطة شو هي الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن. هي شبكة عالمية تربط أكثر من 1000 مدينة من 41 دولة على مستوى العالم. هذه طبعاً هناك موقع إلكتروني، وتم وضع الشارقة على الخريطة الإلكترونية في هذا الموقع الإلكتروني الذي يتبع منظمة الصحة العالمية بجنيف بسويسرا. فبالتأكيد يعني إحنا كمان من متطلبات العضوية إنه إحنا نعكس المبادرات الداخلية في الشارقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث كذلك الدول الأخرى تعرف على جهود الشارقة وجهود دولة الإمارات في خدمة كبار السن وتقديم خدمات ميسرة ومسهلة. فبالتأكيد يعني إحنا بناء يعني حتى من خلال إحنا بصفة شهرية نعرض تجارب إمارة الشارقة في الشبكة العالمية، نرفع هذا الطلب إلكترونيا، نعطي فرصة إلى دول العالم جميعها تعرف يعني مدى يعني التزام الدولة والتزام الشارقة بكبير السن وبحقوقه في تلقي الخدمات. نعم. بالوصول. فبالتأكيد إنه هذا بعزز من إمارة الشارقة، بعزز من دولة الإمارات لما يعني يتعرفوا على المبادرات المتميزة. وأنا يعني على فكرة من هذه المبادرة إحنا تلقينا دعوات من خارج الدولة إنه إحنا نسلط الضوء على هذه المبادرة، وكنا متحدثين مع جهات خارجية في نيوزيلندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وطلبوا إنهم يتعرفوا على هذه المبادرة بحيث إنهم يقتبسوها كذلك
في مدنهم. ما شاء الله عليكم. بالتأكيد يعني تدعم وجود الدولة وإمارة الشارقة في الخارطة العالمية للمدن المراعية للسن. نعم نعم أستاذة أسماء، يتساءل الكثير عن المعايير العالمية اللي وضعتها الشبكة كشرط أساسي للعضوية فيها، ممكن شوي توضحين لنا هذه المعايير؟ أكيد طبعا إحنا الانضمام لأي مدينة ترغب أنها تنضم للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن في هنالك عدة شروط. الشرط الأول أن يكون فيه خطاب التزام، والحمد لله يعني على مستوى إمارة الشارقة تم هذا الشيء من قبل صاحب السمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وكان هذا أحد الشروط. الشروط الثانية كانت أنه في عبارة عن نموذج يعكس الخدمات وعدد كبار السن وتوزيعهم وغيرها من البيانات اللي تختص بكبار السن. طبعاً إحنا هذا الشيء كمان في إمارة الشارقة قدمناه للمنظمة الصحة العالمية بجنيف بسويسرا، كذلك من أجل أن نحافظ وأخذنا العضوية، ولكن من أجل أن إحنا نحافظ على هذه العضوية إحنا ملزمين يكون لنا خطة استراتيجية واضحة المعالم، يكون لها رؤية، رسالة، قيم، يكون لها مؤشرات أداء تراقب هذه الخطة على مستوى الإمارة وترفع فيها تقارير لمنظمة الصحة العالمية. كذلك من متطلبات المحافظة على العضوية تغذية موقع إمارة الشارقة رقاب الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن. نحن بصفة شهرية نختار المبادرات من الخطة الاستراتيجية ونرفعها بالشبكة. كل ما كان موقع المدينة نشط في الشبكة العالمية هذا طبعاً بجعلنا نحن نحافظ على عضويتنا في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن. فإحنا يعني التغذية المستمرة للموقع من خلال مبادرات متميزة تخدم فئة كبار السن بالتأكيد رح تكون لها سبب إنه إحنا نحافظ على عضويتنا في الشبكة العالمية. فهذه نعم. الشروط الرئيسية نعم. للمدن المراعية للسن. نعم يعطيكم العافية أستاذة أسماء على هذه الجهود المميزة، ولأشخاص ولناس مميزين بالنسبة لنا نحن، كثر الله خيركم ما قصرتوا. الأستاذة أسماء سمير الخضري، مدير مكتب الشارقة المراعية للسن، نحن تشرفنا بهذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم، شكرا يعني جهودكم المباركة والكريمة أنه تسلطوا الضوء على فئة عزيزة علينا وهي فئة كبار السن والمبادرات التي تخدمهم، فجزاكم الله ألف خير. تسلمي، يعطيك العافية. مشاهدين الكرام لا تروحون بعيد، فاصل قصير وراجعين. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام. لا يمر يوم إلا وتقرأ أو تسمع عن مبادرة إنسانية في أحد مواقع الدولة، فالتطوع أصبح ثقافة راسخة في المجتمع الإماراتي، الكل يتنافس على فعل الخير ويسارع إليه. فريق عطاء حمدان التطوعي من الفرق المميزة اللي تمتلك روح سباقة نحو فعل الخير وتعمل بجد وإخلاص من أجل خدمة المجتمع. الفريق ينظم في الفترة القادمة ملتقى صيفي للأطفال، مبادرة جديدة برؤية ثاقبة وأهداف عميقة. للمزيد في فقرة إماراتنا. خلونا نرحب وياكم مشاهدين الكرام في الاستديو بالأستاذ أحمد محمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي. حياك الله أستاذ. الله يحييك، يعطيك العافية وشرفتنا بتواجدك معنا في الاستديو. الله يخليك. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. نمسي عليكم على الطاقم الفني، وطبعاً يسعدني أنكم تضيفوني عندكم في البرنامج الطيب هذا. الله يسلمك. ونبارك لكم بعيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير وشعب الإمارات وجميع الأمة الإسلامية. آمين يا رب العالمين، وياك أجمعين. أستاذ أحمد، أنتم تستعدون طبعاً لملتقى صيفي خاص بالأطفال. هي نعم. ممكن نعرف متى موعده وشو فترته من وإلى؟ طبعاً الملتقى الصيفي نعم. أطلقناه بعنوان شعار نحو القمم نعم. للأطفال. طبعاً تعرف أنت الحين إجازات ماشي مدارس، فحبينا أن عيالنا يستفيدون من خلال الصيف نعم. طبعاً الفئة المستهدفة من عمر 8 سنوات حتى 15 نعم. سنة.
بنبدا ان شاء الله من تاريخ 18/7 حتى 2/8 لمده اسبوعين ان شاء الله. نعم استاذ احمد، يعني نبن نتعرف اكثر على اهداف هذا الملتقى او هذه المبادره اللي انتم ان شاء الله راح تطلقونها في الفتره القادمه. نعم طبعا اهداف المبادره هذه نعم. اول شيء للطلاب ان ندرب الطلاب حول المسؤوليه المجتمعيه، هذا واحد. ثانيا يستغلون اوقات فراغهم، يستغلون اوقات فراغهم. ايضا الطلاب في هذه الفتره محتاجين البرامج والانشطه هذه، يشغلون اوقات فراغهم بحكم ان الاجازه جدا طويله. نعم. فالمبادرات هذه راح تنمي مهاراتهم وتصقل ايضا مواهبهم. نعم نعم طبعا اكيد بلا شك هناك برامج مصاحبه في المنتقى او للملتقى هذا. صحيح. تعرف اكثر وتوضح لنا شو هي البرامج اللي ممكن تكون موجوده في المنطقه. نعم. البرامج طبعا في برامج، في طبعا برامج خاصه في الاطفال بتكون. نعم نعم طبعا نحن عددنا المواهب او عددنا للبرامج اللي موجوده. نعم. عندك برامج رياضيه، عندك ايضا برامج ثقافيه، برامج تعليميه، عندك ورش اسعافات اوليه، ورش زراعيه، ايضا عروض ترفيهيه عشان الطلاب ما يملون. وإن شاء الله يعني أمور تخدم الطفل، أنت عارف وقت الصيف وإجازة وقت فراغ كبير. صحيح. أكيد يشعر به كل طفل حاليا. صحيح. فالملتقى هذا راح يخدمهم بشكل كبير وحتى يخدم أسر الأطفال هذيلا. أكيد. نعم. فإن شاء الله بإذن الله نتوفق وتكون الانطلاق إن شاء الله من تاريخ 18/7 بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله الله يوفقكم. أمين. أحمد، شو بخصوص الشركات المشاركة؟ هل هناك في شركات مشاركة وياكم؟ أيضا نبى نعرفهم، يعني نبى نعرف تفاصيل أكثر عن دعمهم ومشاركتهم وياكم. طبعا لابد أن تكون هناك شركاء نجاح في أي مبادرة. مشاركين معنا القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، مؤسسة خدمات إسعاف دبي، جمعية أصدقاء كبار المواطنين، وايضا شركات خاصه ايضا في روي القصص. نعم. والروايات، وايضا شركات العروض الترفيهيه. نعم. الحين خلنا نتكلم على الغطاء لهذا الملتقى او الراعي لهذا الملتقى والمسؤول عن هذا الملتقى اللي هو فريق حمدان التطوعي. عطاء حمدان التطوعي. عطاء حمدان التطوعي. نعم. شو الفكره من تاسيسه احمد؟ والله في البدايه بخبرك قصة تأسيس الفريق. هذا اللي أبغيه أنا. نعم. نعم. الفكرة كانت موجودة في عام 2020، وكوني أنا متطوع منذ سنوات، الشباب حمسوني ليش ما تسوي لك فريق تطوعي بما أنك دائما في العمل التطوعي. نعم. فحمسوني بأمانة. نعم. قلت لهم أوكي. ففي فترة 2021 كانت فترة أزمة كورونا، وكانت الأمور جدا صعبة أنك أنت تطلق فريق وفي هالجو في أزمة كورونا. نعم. في 25/4 أو 24/4 توفى الشيخ حمدان بن راشد الله يرحمه، طيب الله ثراه، الله يرحمه. ففي 1/4 أسسنا الفريق باسم عطاء حمدان التطوعي، تثمينا لروح المرحوم الشيخ حمدان، الله يرحمه، وأيضا استمرارا لعطائه وياديه البيضاء. كم شخص كنتوا أحمد وقت التأسيس؟ 5 فقط. فقط ما شاء الله عليكم. 5. وبعدها؟ وبعدها الحين الحمد لله وصلنا 500 متطوع. ما شاء الله تبارك الله. نعم. عدد الحين كملنا سنة. فقلت لك نبغي الرد، يعني في أي مبادرات تطوعية يوم يشوفون المتطوع حاط، طبعا احنا الجاكيت للفريق شعار الشيخ حمدان بن راشد. نعم. وأيضا في ظهر الجاكيت. نعم. فيوم يشوفون المتطوعين أول شيء يقولونه بارك الله فيكم عيال زايد والله يرحم الشيخ حمدان بن راشد الله يرحمه. وهذه الكلمة كم تسعدنا. نعم. زين خلنا بخصوص التطوع بشكل عام أحمد، كيف نقدر نعزز ثقافة التطوع في مجتمعنا بين الناس؟ طبعا في الوقت الحالي الوقت الحالي جزاهم الله خير، المنصات الاجتماعية والمنصات الحكومية متوفرة، منصة تنمية المجتمع، منصة متطوعي الإمارات، وأصبحت أغلب المؤسسات الحكومية عندهم قسم للتطوع. وأيضا دور الإعلام بارك الله فيكم، أنتم ما تقصرون تبرزون دور المتطوعين من أرض الواقع
إلى الإعلام، فبالتالي هذا واجب خاصة للفئة المتطوعة هذه واللي تجتهد وتخلص في عملها لمساعدة المجتمع وتنمية المجتمع، فهذا واجب على أي جهة إعلامية بدعم هؤلاء الأشخاص يعني أكيد بلا شك. بالعكس هذا بدعمكم وبدعم حكومتنا الرشيدة. الله يسلمك أحمد. أحمد لكل عمل هناك يعني تحديات وصعوبات قد تواجه هذا العمل أو قد تواجه أي فريق عمل. في 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 صعوبات واجهتكم أو دائما تواجهكم؟ والله شوف كفريق تطوعي كفريقنا كفريق تطوعي تواجهنا بعض الصعوبات من 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 خلال كيفية الوصول للجهة، مثلا الجهة اللي بنتعاون معاها، مثلا بنطلق مبادرة ومحتاجين الجهة، في بعض الصعوبات ان نحن نوصل عندهم بس في الأخير نصل، لان هي في النهاية عبارة عن تحديات ولازم نحن نسعى كفريق تطوعي بشتى الطرق. نعم زين احمد، يعني بنروح من التحديات وبنقول لك ايضا لكل فريق له رساله واهداف. هدف فريق عطاء حمدان التطوعي شو هو الهدف او شو هي اهدافه؟ اهداف هي رساله الفريق في البدايه هي تفعيل الشراكه المجتمعيه من خلال نشر ثقافه التطوع وترسيخ قيم الخير والحب والدفاع عن مقدره الوطن بكافة الوسائل الممكنة. أما بخصوص أهداف الفريق، أهداف الفريق هي أن نحن نساعد المتطوع أن يشارك في الأعمال التطوعية. نعم. فبالتالي تعود على خدمة وتنمية المجتمع. اثنين، اللي هي نطور منظومة العمل التطوعي ومساعدة الشركات الحكومية والخاصة على أداء رسالتهم. ثلاثة، اللي هي تطوير وتسخير إمكانيات المتطوعين المادية والبشرية في خدمة المجتمع. نعم جميل جميل، ما شاء الله صيت فريق عطاء حمدان كبير، وسمعنا ونعرف أن في الأشهر الماضية اللي طافت هذه أطلقتوا مبادرات وفعاليات، ممكن تكلمنا عنها اللي في الأشهر الماضية؟ نعم، في أكثر من مبادرة، بس من المبادرات المميزة واللي كانت مبادرة عونك يا حمدان بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، اللي خلالها استهدفنا ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة، وفرنا لهم المواد غذائية لعدد 60 أسرة. فبالتالي المبادرة هذه وسميناها بمبادرة عونك يا حمدان، فالمبادرة هذه كانت جدا جميلة. كم يسوى أنك أنت تسعد العائلة ذوي الدخل المحدود أنك أنت توفر لهم المواد الغذائية وكل ما يحتاجونه؟ هذه كانت من أحد المبادرات. أيضا مبادرة هي مش مبادرة، إن شاء الله بتكون حملة سنوية بتكون إن شاء الله، حملة شتاءهم دافئ. نعم. أيضا بالتعاون مع مؤسسة خدمات إسعاف دبي. نعم. طبعا سوينا المبادرة بتوفير 100 عامل ووزعنا لهم الملابس الشتوية، أيضا أقاموا لهم جزاهم الله خير مؤسسة إسعاف دبي الورش التوعوية في إسعاف دبي. فبالتالي أيضا تسعد أنت هذا العامل، تسعده وتفرحه موجود هنا في بلاد غربة، يوم تعطي مثلا أي ملابس شتوية أو إن شاء الله شيء بسيط كم يسوى في 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 فرحته. نعم، للعامل المغترب خلنا نتكلم، يعني أنا راح يعني أبدأ من نقطة اللي أنت تكلمت عنها. العامل المغترب أكيد هناك أنت عارف جنسيات مختلفة ولغات مختلفة أيضا، فكيف يتم التعامل مع الجنسيات هذه من فريق حمدان التطوعي؟ نعم. هل هناك يعني ناس عندكم ما شاء الله عندهم لغات وعندهم يقدرون يتعاملون معهم؟ شوف طبعا من تأسيس الفريق ان نحن شو كان هدفنا؟ ان نأسس فريق متكامل للعمل التطوعي من خلال اشراك جميع شرائح المجتمع ودون تحديد اي جنسيه. نعم. هذا نهج الدوله اصلا، نهج الدوله التعايش ايضا مع اي جنسيات بمختلف الاديان والاعراق والالوان. أكيد. نهائيا نحن ما نفرق بين المقيم وبين المواطن. أكيد. نحن كنا على ارض واحده. اكيد، والتي بدات ايضا من خلال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه،
هذا من خلال الذي أرسى دعائم العمل التطوعي نعم. والخيري محليا وعالميا. نعم، يعني نحن جدا سعداء بتواجدك معنا. الله يخليك يا استاذ احمد محمد بن عجلان، رئيس ومؤسس فريق حمدان التطوعي، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، شرفتنا اليوم. وانا سعيد وشكرا لكم على الاستضافه الطيبه ومشكورين. الله يحفظك، يعطيك العافيه. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام، لازلنا نملك الكثير، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ريونا. حياكم الله مشاهدينا ومستمرين معاكم في فقراتنا لهذه الليلة. حيثما يكون الفن والإبداع تكون أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة حراك فني وثقافي مميز من قسم المسرح والتمثيل في الأكاديمية، اللي شارك في 4 ورش لفن المايم واللي هو التعبير الجسدي، اللي نظمتها منظمة المايم العالمية في العاصمة الصربية بلغراد. وقد توج وفد الأكاديمية مشاركته بالحصول على عضوية منظمة المايم العالمية. للمزيد في فقرة هنا الفجيرة. مشاهدينا، معنا عبر الهاتف الأستاذ سعيد الهرش، الممثل والمخرج المسرحي المعروف طبعا. مرحبا بك أستاذ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أنا سعيد جدا اليوم معكم على قناة الفجيرة، قناة جميلة أمانة، وشكرا على التغطية هذه على إبداعات شباب الفجيرة وإبداعات أكاديمية الفجيرة. إحنا أسعد يا سعيد، إحنا أسعد، الله يسلمك. طبعا سعيد، مشاركة مميزة للأمانة من قسم المسرح والتمثيل في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في ورش لفن المايم في العاصمة الصربية بلغراد. في البداية نبغي نعرف شو يعني فن المايم؟ فن المايم هو عبارة عن تمثيل فن الحركات الإيحاءية أو فن التمثيل الصامت. فن يخليك يعني مثلا تمثل وأنت صامت، تعمل الأشياء بدون ما تتكلم، ويندرج من ضمنه اللي هو فن الدراما وفن الكوميديا وفن مسرح الشارع. نعم. زين سعيد، حدثنا شوي عن تفاصيل المشاركة في هالورش الدولية. طبعا إذا بتحدث عن المشاركة، أنا أشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. الله يحفظه. الله يحفظه ويخليه يا رب. هو الداعم الرئيسي للأمانة يعني لكل طاقات الشباب الفنية، إن كان في المسرح أو في مجالات أخرى اللي هي تطلع باسم إمارة الفجيرة واسم دولة الإمارات العربية المتحدة في المشارف الخارجية والداخلية. نعم. المشاركة كانت عبارة عن أن أكاديمية الفجيرة تشارك في فن مهرجان اللي هو فن المايم في ورشة تدريبية من عدة ورش متعددة في الجسد الصامت والممثل وباقة من أنواع الفن المايم، وأيضا الرقص للثقافة الصربية بما أنك في البلدان الصربية. نعم. فأشياء كثيرة للأمانة تعلمنا منها، تعلمنا كيف أن نحن أساسيات فن المايم، أساسيات أنك أنت كيف تكون ممثل فن المايم. نحن في الإمارات أكثر شغلنا هو الدراما، اللغة اللي نتحدث فيها على خشبة المسرح، فتجربة جديدة هذه أمانة أن نحن نكون هناك ونتعلم، وفرصة يعني جدا جميلة أنك أنت تروح وتشارك مع مجموعة من الشباب وتقدم فن مايم أنه يفيدك في المستقبل في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات. نعم نعم أستاذ سعيد، لو كلمناك عن أهمية المشاركة في الورش اللي نظمتها منظمة المايم العالمية في بلغراد، شو أهميتها؟ أكيد أهميتها كثير جدا، أهمية أنك أنت كيف تتعلم، كيف تتأسس. اليوم أنت ربما نحن قرأنا عن فن المايم، ربما نحن اشتغلنا على فن المايم لكن ما تعمقنا فيه. لما تروح هناك تختلط مع ممثلين خبرات لهم أعمال كثيرة ولهم تجارب كثيرة ويجون يشاركون في هذه الورشة، مع أن عنده عدة أعمال، عندهم أعمال كثيرة، فيجي يشاركك في هذه الورشة، معناته هذه الورشة مهمة جدا، وورشة أنك أنت اليوم عدة مدارس، عدة مواهب، يعني مدرسين من البرازيل ومن
صربيا ومن يعني دول اخرى من روسيا، فيجونك يعلمونك هاي الاشياء، معناتها انت لازم تستفيد منها، تستفيد كخبره، تستفيد كيف انت تدخل هذه الشخصيه او هذه الاساسيات فيك انت كممثل. نعم. انك اليوم كيف تبدع فيها، كيف تتاسس، لان كل شيء له اساس، فاذا انت لم تتاسس فما راح تستفيد، فبالعكس هذه مفيده جدا. انا اتمنى تعاد علينا كل سنه، فانت تعرف انت كل ما تروح المدرس ومدرس هو يعطيك خبراته وتاخذ استفادته، اساسيات فن المايم، اساسيات كيف تقف، كيف نعم. تحرر، كيف نعم. تنظر، كيف مثلا لكل لغه لها علامه، مثلا انك انت كيف تفتح الجامعه، كيف انك تمسك، يعني لها اساسيات خاصه في فن المايم، انك انت نعم. اللغه مفهومه، لغه الكل يعرفها. نعم. وبلا شك استاذ سعيد ايضا هناك اكيد يعني ان هناك اهداف لهذه المشاركه، بس نبغي نعرف شو ابرز الاهداف اللي كانت من خلالها هذه المشاركه. الاهداف الرئيسيه كانت من هذه المشاركه ان نحن اليوم كفنانين رايحين الى صربيا الى الورشه هذه، ان نحن اهدافنا ان نرجع الامارات، نرجع الفجيرة في نعم. اكاديميه الفجيرة تحت يعني الشخص اللي انا اوجه له شكر خاص امانه سعاده علي عبيد الحفيتي، الرجل انا اقول له شكرا عبر قناتكم هذه، شكرا 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 على اهتمامه في كل تفاصيل، يعطيه العافيه والله العظيم، حتى في منتصف الليل يتصل لك او انت اتصلت له يرد عليك ويعطيك كل وقته ويسمع منك كل شيء، بس يقول عشان نحن ان 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 نلبي توجيهات سيدي سمو الشيخ محمد بن محمد الشاغوي الاحدي مرة الجيره. يعني توصيه خاصه من ان نحن لازم نشتغل، لازم نعمل فن. المكاسب منها مكاسب كثيره جدا. اليوم سعيد الهرش، شعبان سبيت، محمد سعيد درقيط، بشرى، هاني، جاسم، محمد مكي، يعني الشباب اللي كانوا ويانا، نحن الشباب الصغار اللي كانوا ويانا. نعم. اليوم راح نشتغل مايم، راح نشتغل فن مايم في اماره الجيره، في اكاديميه الجيره راح نشتغل وناسس فن مايم، وان شاء الله نعدكم ان شاء الله في الاوقات القريبه ان راح نشتغل فن المايم، نقدمه على مستوى اماره الجيره. اتوقع سعيد لو اشتغلتوا فيه هذا بيكون اول مسرح او اول جمعيه يعني ان تشارك في او هي. نعم يعني من المخططات ان احنا نعمل فن مايم في الشارع، نعمل فن مايم في احد المولات في الفجيره، نعمل فن مايم، نعمل مهرجان مايم. جميل. اتمنى يعني اذا يسمعني سعادة العبيد ان مهرجان، وهو الامانه يعني اعطانا الملامح ان هو مستعد، بس انتم اشتغلوا، انتم يا شباب قدموا مشاريعكم، قدموا شغلكم، نحن راح ندعمكم. سمو الشيخ محمد الشرقي يعني ما مقصر، يعني يحب هذا الشغل، يقول لكم اشتغلوا ونحن معكم، نحن في ظهركم، نحن نسندكم. بالعكس مكتسباتها جدا كثيره. اليوم انت يعني مثلا مثل ما قلت تفضل كاول عمل فن مايم على مستوى الاماره، او انا اقول لك على مستوى الامارات، لا شيء جيد، شيء جميل، شيء راقي. طبعا يعني طبعا طبعا، ويحسب للامارات بشكل عام وبشكل خاص يحسب لاماره الفجيره ايضا. اكيد نعم. يعني اليوم انا اقول يعني اكاديميه الفجيره اليوم تفتح مثلا لطلابها، يا جماعه الخير تبي تتعلموا فن المايم تفضلوا عندنا، تعالوا اكاديميه الفجيره فاتحه باب فن المايم، نتعلم فن المايم، نقدم فن المايم. فن المايم من المواهب يعني من التمثيلات الصعبه، لكن بعد الممارسات بعد الاشياء هذه راح تكون سهله عليك جدا، راح تتعلم، راح تقدم، فما في شيء اسمه صعب. لا اكيد اكيد ان شاء الله. يا سيد ما عندنا صعاب، اللهم انوى ونويت قدمت كل ما عندك. نعم نعم. استاذ سعيد احنا بنعرف اكثر عن انواع التدريبات اللي اخذتوها خلال هالورش، وشو شو حجم الاستفاده ايضا منها، يعني شو استفدتوا منها؟ اكيد الورش احنا خذينا اربع ورش من اربع مدربين، كانت تبدا الحصه توقيتهم هم 10 تنتهي 7، تخيل يعني. فكانت الحصه الواحده تاخذ ساعتين تقريبا وبريك 15 دقيقه، فاكيد كان لها استفاده كثيره جدا. استفدنا التركيز، استفدنا اللياقه البدنيه، اساسيات فن المايم، كيف انا اقدر اعمل عمل، كيف اقدر انا امثل، كيف انا ابني الفكره وكيف انفذها. نعم. لدرجه ان من الوفد ترشحنا اربع اشخاص ان نمثل معاهم مع مجموعه محترفين، انتقلنا من منطقه الى منطقه اخرى ومثلنا في الشارع معهم، هذا انجاز، معناته انت في 10 ايام اربعة من عندك يتميزون وينتقلون الى مرحلة ثانية، مرحلة يشتغلون مع محترفين، مع ناس
اشتغلوا لهم اعمال كثيره، فهاي الاربع من المتميزين انهم لا لازم يشاركون لانهم تميزوا في الورشه، تميزوا في هذا الشيء، فهذه الاربع راح يولدون اربع غيرهم واربعه واربعه، واخذ الاربعات اللي جايه، خذ الشباب اللي جايين. التدريبات كانت عن طريق تمثيل التعبير اللي هو الدراما، تمثيل المايم اللي هو مايم ستريت، المايم ستريت مسرح الشارع. تعلمنا من الورش كيف تحرك البادي لانجوج، حركه الجسد، كيف تحرك جسدك، كيف مثلا تبغي تعمل هذه الحاله، لا هذه الحاله لازم تسويها جديد، كيف تاسس، كيف تخلي عقلك يبرمج على جسمك انك انت ناوي تعمل هالحركه، يعني اساسيات في المايم كلها قضيناها واستفدنا منها، ونحن الان في ان شاء الله فضل عمل، ومن يعني لو ما استفدنا ما كنا راح نقول لك اننا راح نقدم عمل في الايام القريبه ان شاء الله. ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم الصحه والعافيه. الوافد سعيد حصل على شهادات عضويه من منظمه المايم العالميه. اكبر فخر هذا يعني. طبعا بعد اجتيازه بنجاح يعني التدريبات العمليه، شو اهميه هذه العضويه سعيد؟ اكيد هذه العضويه انت كفنان اليوم عضويه جدا جميله انك انت تكون عضو في فن المايم، يعني العضو الدولي انك انت تاخذ من عندهم شهاده معناته انت نجحت، انت قدمت اللي هم يبغونه، انت تؤسست، معناتك انت عضو عندهم انك انت ممثل فن مايم، يعني هذه ما تنعطى لاي حد، يعني مثلا ربما انت تروح بس تقعد وتقول لك لا، لانك انت شاركت ونجحت ودخلت اختباراتهم، دخلت ورشتهم، في اخر الورشه في امتحانات لك انك انت تقدم، فمن ضمنها هذه انت تحصل الشهاده هذه انك انت تكون عضو في منظمه الفن المايم، يعني وموقعين عليها من افضل الممثلين او المخرجين او مؤسسين فن المايم. نعم. يعني هم يتفقون انك انت تكون مايم ممثل مايم، يعني ولا ما راح يعطونك اياها بالاشياء هذه. نعم. فهي نعم. قلت لك مع تركيزات الاكاديميه مع شركاء الاستراتيجيين انهم هم يقدمون الاعمال هذه يروحون، لا بالعكس انه كانت مسرح او موسيقى او شيء، لا يعني شيء جدا تفتخر فيه. اليوم انا كفنان سعيد الهرش عندي شهاده عضو من منظمه فن المايم الدوليه، يعني هذا انجاز حقي انا، يعني كسي في لفنان. اكيد سعيد. اكيد 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 استاذ سعيد، استاذ سعيد هو يعني اصلا هو كونك انت تشارك الشعوب الاخرى او تطلع برا الدائره اللي انت فيها وتحتك بهالشعوب، يكون في تبادل فكري، تبادل ادبي ثقافي، فهذا الاحتكاك اكيد راح ينفعك يعني، لكن كيف يساهم هالاحتكاك سعيد مع المدارس الدوليه في تاهيل مثلا بتاهيل منتسبي الاكاديميه وتطوير مهاراتهم في اطار احترافي يكونون محترفين سعيد؟ اكيد شوف بقول لك شيء، انا اليوم العمل الجاد هو اللي يطلع هالثمار. نعم. كل ما اشتغلت بجديه كل ما طلع عندك شغل واضح، شغل متميز، فنان موهوب. اليوم اذا انت بغيت الشيء على السهل ما راح يجيك، لازم تتعب. نحن قبل ما نروح تاسسنا وتعلمنا، وكانت هنا ورشه موجوده في الامارات في دبا فن المايم، اخذوا بعض الشباب من الاساسيات، فقرانا تعلمنا خذينا، عشان انك انت لما تروح تعمل احتكاك مع الدول الاخرى، يعني انت اليوم مش بس صربيا، لا اليوم جوك ناس من تركيا، ناس من اغرب، ناس من روسيا، فممثلين من كذا دوله، وانما نعم. لغه المسرح هي لغه واحده. نعم. فانت تتكلم بلغتك بس هم يفهمون انت شو تقول، معناته في تواصل، في كونكت بين الممثلين، بس انت كيف خبرتك انك انت تكون معاهم، كيف تدخل اجواءهم. اليوم مثلا قالوا لك والله من ضمن الورشه في رقص شعبي للفن الصربي، فاليوم انت لازم تتعايش معاهم، لانك انت اليوم لما تعرض فن الماي ما راح تعرضه فقط لاماره التجاره او لدوله الامارات، اليوم راح تعرضه في مناطق ودول اخرى، لا هي لغتك ولا هي عاداتك ولا هي تقاليدك، فانت لابد انك تتعايش مع عاداتهم وتقاليدهم لكي تقدم لهم فن الماي، ويقولون نعم في الامارات لدينا فنانين، لديهم فنانين يقدمون فن ماي. فالاحتكاكات هاي جدا جدا مفيده. اليوم انت اليوم مش فقط في الورشات وانما في الاستراحه تبادل الخبرات والاحاديث، تعطيك تفاصيل، تفتح لك ابواب كثيره انك انت تقدم كل ما لديك من عن طريق الخبره، ما شاء الله، عن طريق التجارب. يعني سعيد تخاطب هذه الشعوب انت وتخاطبهم بعاداتهم وتقاليدهم، ولكن من خلال طريقه اللي هي المايم. المايم بالضبط. المايم
يعني مثل ما انت الحين تسولف وياي، فتخيل انت تتكلم والناس محطين ميوت، لكن تفهم لك، فانت كيف كممثل او كمدير تقدم هذا الشيء والناس كلها تشوفك. صحيح صحيح، شيء مبهر، شيء جدا جميل. يعني انا كفنان مثلت مسرح، مثلت تلفزيون، مثلت سينما، لكن لا المايم لا خلينا نجرب، قرينا عن تعلمنا فن المايم بس ما نفذناه. فاليوم فرصه مثل هذه انك انت تجرب فن المايم، تقول يا سلام، يعني فتحت لي افق، فتحت لي كاخراج كتمثيل، فتحت لي اشياء كثيره جدا، سهلت لي امور جدا، يعني امام، يعني اعطتني المجال، فتحت لي ابواب اني انا اقدر استطيع اني اقدر انجز، اقدر اسوي مع الطلاب اللي معانا. يعني انا اوصلهم تحيه للامانه، يعني انهم ما شاء يعني تعبنا امانه. الورشه ما كانت سهالات، كانت رياضه، رقص، تمثيل. فتخيل انت ما يقارب 7 ساعات في اليوم، انت كل يوم تشتغل من الصبح لغايه المساء. فانا اوجههم تحيه عبر قناه يستحقون مجيرة. يستحقون نعم. واقول لهم برافو عليكم شباب، ونحن ان شاء الله قدها. نحن دائما ان شاء الله بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد اماره بجيره، ان نحن دوم ان شاء الله نكون في المراتب العليا ان شاء الله باذن الله. ودائما معانا سعاده علي عبيد الحفيتي ابو خالد الله يحفظه ويطول عمره، نحن بخير، ونحن ان شاء الله احنا راح نقدم كل ما لدينا من شباب، ونعطي خبراتنا وطاقاتنا للشباب القادمين، لان نحن نستلم رايه اليوم ونسلمها للجيل القادم انهم يقدموا فيها. ان في هناك مجموعه راحت قدمت فن مايم، وفاكاديميه الهجر اليوم تقدم فن مايم للشباب المستقبل. انا اتمنى يعني عن طريق قناتكم اليوم، بما ان اجازه الصيف، ليش يا جماعه الخير ما نروح؟ نروح يا اخي، في فاتحين لنا مدرسين وفاتحين لنا اشياء كلها، الواحد يروح يستفيد، يعني تجارب في الأخير، هي تجارب. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا سعيد، شخصية محفزة للأمانة، يعطيك ألف عافية. نعم، فسعيد خلنا شوي ننتقل لسؤال آخر، يعني كيف تعزز المشاركات الخارجية للأكاديميات أواصر الترابط مع شركاء الأكاديمية الاستراتيجيين من مؤسسات فنية وأيضا خبراء في المجال الفني؟ خلنا نتكلم. أكيد طبعا، شوف انا بقول لك شيء اليوم، ان انت دام ان عندك شركاء استراتيجيين، يعني هذا الشركاء لازم يفيدونك وانت تستفيد منهم. انت اليوم ما تحط لك شركاء وانت لا مستفيد منهم ولا مستفيدين منك، انت تعطيهم خبراتك وهم يعطون هم يعطونك خبراتك، الخبرات اللي عندهم. انت نعم. ترسل طلابك وهم يرسلون طلابهم، اليوم في تبادل. فهذه الشركاء هذه اللي موجوده، هاي انت اليوم خلقت لكي التجانس، لكي يكون هناك مضمون، يكون هناك ناتج عن طريق هذه الاستراتيجيه المشاركه، يعني ان كانت دوليه او محليه. فاليوم الشراكات هاي انا يعني يعني نتمنى تزيد اكثر لاكثر. ليش؟ لان اليوم هم يعطونا خبرات، نحن نعطيهم خبرات، تبادل الخبرات جدا مفيد. اليوم انت لما تروح صربيا في استقبالهم يقعدون معك، يجيبوا لك مدرس من البرازيل، يجيبوا لك مدرس من تركيا، يجيبوا لك مدرس من روسيا، ويجيبوا لك مدرسين من انحاء العالم وانت في دوله واحده. فهذه يعني شيء مو بسهل. نعم نعم، جميل جميل استاذ سعيد، يعني جميل استاذ سعيد. نحن طبعا في انتظار ان شاء الله اطلاق عمل المايم ان شاء الله من قبل مسرح الفجيره باذن الله تعالى، بمشاركتكم بلا شك، يعني اكيد. وانت اول المدعوين ان شاء الله. الله يعزك، تسلم لي، تسلم الاستاذ السعيد الهرش، الممثل والمخرج المسرحي المعروف، يعطيك الف عافيه وشرفتنا بهذه المداخله للامانه، على امل ان شاء الله تكون مداخلات قادمه ان شاء الله معنا. امين يا رب العالمين. شكرا شكرا تفضل الجيره، شكرا للطاقم الموجود من خلف الشاشه هذه، شكرا لكم، شكرا لاكاديميه الفجيره، شكرا الى اذا بوجه شكر للاخت نجود المنسق الاعلامي اللي كانت عندنا ما شاء الله عليها ناقله حدث صربيا كله في الفجيره، وشكرا للاخت الاء اللي ما سكينه ما قصرت، من اصغر طالب لين اكبر طالب هنا كله. يعطيهم العافيه جميعا، يعطيهم العافيه جميعا. شكرا جزيلا يا سعيد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، حياك الله. مشاهدينا، والروح للحنة وعادة التزين فيها، وخاصة في المناسبات. وبما أننا طالعين من أجواء عيد الأضحى المبارك، قام فريق العمل بتصوير هذا التقرير عن عادة التزيين بالحنة. خلونا نشوف وياكم هذا التقرير. بدينا بالحنة،
مدينا للحنة، حطينا الحنة، دقينا الحنة بالمنحاز الشبه، دقينا الحنة، نعمنا الحنة للعيد. قال يا حنة تنعمي لين العيد محلاك، يومي توصل الحنة في يمناك لين العيد يا محلا حناش. من عشر العيد الناس قبل العيد تهتم أول شيء بالحنة ويخلوه ياهز، بعدين مغوه خلوه يوم هذا ممغاي الحنة ومريح في مدلة، يعني الحنة يبقى عيان مثل عيانة القرص، يعين النعيم يعني خلوه يرتاح. ويوم عقب قاسموا كثر ما يجيهم، بعدين بدينا بالحنة هذا ورق، وقبل الحنة كان ورق يعني، بعدين نعمناه ونخانه، دقنا الحنة هذا نخلنا الحنة بالهذا نخلنه بلو خلقه، بعد ما نخلنه هذا الحين عندي نخلو، بعد ما نخلو الحنة وخلاص هنا يبنى لين هو سوي الحنة ورتب الحنة لين العيد، يعني قبل بيومين ولا بيوم الناس مشغولة وما وحد من يارك ما عندهن يكون يرانا ما معهم فرصة لين الحنة. هاي مرة تقينا احنا حنة معنا موجود، العيد الثاني ان شاء الله معهم كل يعني نتبادل اللي هو معها تسع طيار التلو هكذا، ونسوي الحنة حنة يعني مثل حرمة معها عيال ما شاء الله جت يارتها وحنت وياها عيالها ربطن عيديهم، ولو طفلها كبر مستوي بعدين شهر لازم حنة للعيد، لازم الحنة سوى للطفل لكبير لحتى الرياي يتحنوا يوم العيال، اللي يسوون الحنة قصة ونقش النقشة لازم بعد يسوون النقشة لهن الحريم اللي هن شوي بنات وهكذا يسوى لهن نقشة ينقشن يديهم، والحريم الكبار قصة يحنوهن قصة، حني يا مويمتي حناش يا مويمتي محلى حناش، الله يعيد علينا عيد العيد ويعيد عليش يا المويمة قدرش العالي فضعن بمشي وببرالش. كان صغار يتعلم ويا هال من الحريم الكبار، البنت الصغيرة نقشوها نقشة سووا لها نقشة سووا لها مثل شيرة شيء في يديها مثل أوراق مثل مثلث سووا لها انقط، يعني يطلع زهوة ليها زهوة الحنة. حني يا أخويتي يا محلى حناش، حني يا أخويتي يا حلى حناش، حني يا أخويتي حنا شزها من يا مناش، حني يا أخويتي أحلى من يا راش. حضارات متعاقبة عبر التاريخ فيها من اختفى تماما واندثر، خصوصا الحضارات البشرية القديمة، وفيها من حافظ على الاستمرارية وبقي صامدا في وجه الزمن، مثل الحضارة الإسلامية التي تجاوزت حدود الجزيرة العربية وبلغت الآفاق، حضارة تراجعت نسبيا أمام الحضارة الغربية لكنها تحظى بمكانة خاصة على الخريطة الحضارية العالمية، ولها تاريخ عظيم من خلال تأثيرها على الحضارات الأخرى. للمزيد في فقرة مجلس الدار. مشاهدينا نرحب وياكم بالأستاذ زيد أحمد أمين الأعظمي، محاضر ومستشار في الفنون واللغة والثقافة. أستاذ زيد حياك الله وشرفنا في الاستديو. مرحبا بكم أستاذ علي، أشكركم على الدعوة الكريمة. الله يسلمك أستاذ. الحضارة، نعم، شو مفهومها أو شو تعريفها بشكل عام؟ نعم، الحضارة يعني دعني أبدأ بمقدمة لا بد منها حول اللغة، نؤصلها لغوياً تفضل. وأيضاً ملابسات وجدليات أصلها الأوروبي من حيث وضع المصطلح ونحته. في اللغة العربية من الحضور ومن الحاضرة، يعني الحضور التواجد والحاضرة التي هي الضد من البداوة. نعم، ثم وضعت لها التاء التأنيث، وهي عادة العرب في أن تخفف النص أو تخفف المصطلح، فأصبحت كلمة حضارة.
والحضارة حينما نعود إلى اصطلاحها الذي بدأ في أوروبا، وكانت جدلية كبيرة محتدمة بين الفرنسيين وفلاسفتهم وبين الألمان. الألمان كانوا يتحدثون عن شيء اسمه civilization، والفرنسيون الثقافة culture. فإلى أن وصلوا إلى نهاية، طبعا تفوق عليهم الألمان لأن كانوا فعلا يعني سطوة الفلاسفة الألمان أشد وأكثر من الفرنسيين، فاعتمدوا السيفيلايزيشن. هذا باختصار جدلية هذا المصطلح. أما لابد لنا من أن نعرف شيئا ما قبل أن نخوض في كلمة الحضارة. الحضارة مرحلة عالية جدا في فهم خصائص الإنسان التي هي ينتقل فيها ما بين الحاجات والضروريات إلى مرحلة الكماليات والاكتمال، ومعرفة دوره العالمي الإنساني بحق. هذا لا يتحصل قبل أن تكون الأمة قد عرفت ذاتها. لا بد للأمة حتى تصل إلى مستوى الحضارة أن تعرف ذاتها، ثم بعد معرفة الذات أن تتشكل هويتها من خلال لغتها. لا يوجد عنصر ونقطة ارتكاز قصوى إن لم تكن هنالك لغة أم هي التي تعمل وتفعل في منتجها الثقافي والأخلاقي والعلمي والمعرفي. هذا في حينها سوف تتشكل حضارة، هذه الحضارة تستطيع أن تنافس وتتعارف وتتلاقح مع الأمم سلعة وفكرا. نعم أستاذ، بما أنه الحضارة اليوم محور حديثنا لهذه الليلة، الحضارة الإسلامية نعم نشأتها، خلنا نتكلم عن نشأتها وقوتها استمراريتها. يعني الحضارة الإسلامية أيضا دعني لا أجيبك جوابا نمطيا معتادا. الحضارة الإسلامية بدأت طبعا، دعني أقول لك، المجتمع العربي آنذاك كان مجتمعا التلقي فيه تلقي كلمي، يعني اللغة كانت هي السائدة والرائجة وكانت هي مفخرتهم، وفعلا يتفوقون على كل الدنا بهذه اللغة الأصيلة العظيمة. نعم. ولكن كانوا يتفاعلون معها من حيث المخيال والعاطفة والأشياء الغرائزية أكثر منها لغة معرفية منتجة للعلم. أتت كلمة اقرأ، طبعا كانت المجال الكلمي هو الذي يؤسس المجال الصوري والصوتي والحركي. نعم. هذا الذي كان، فكان الخيال وهذه العاطفة، إلى أن أتت كلمة اقرأ. اقرأ كانت هي الصدمة لهذه الأمة. كلمة اقرأ هي آلية تركيز، هي مفتاح بأن تنتهي حالة المعجزات التي أتت إلى الأمم، ونكون نحن من سيصنع المعجزات. هي مفاتيح للعلوم، مفاتيح للمعارف، لأن التلقي من خلال القراءة هو النظر إلى الكلمة ثم توليد معنى، ثم مع كلمة أخرى تتولد معاني جديدة، والجمل وإذا بنا بحزم من المعاني تتشكل من خلال القراءة. هذا المفهوم نفسه يكون مع الكون، مع الحياة. حينما أنظر بمفردات الحياة سوف أقرأ هذا الكون. وهنا اجتمع موضوع المعرفي والعلمي والتقاني مع الموضوع المخيال والعاطفة والسلوك، فأنتجت حضارتنا الإسلامية أرقى المعارف وأرقى العلوم، لأنها كانت تحلق بجناحي التقانة والعلوم وجناح الأخلاق والفكر والثقافة. نعم نعم أستاذي جميل. أين لو نسألك، أين تبلغ أهمية الحضارة الإسلامية؟ أهميتها، دعني أذكر لك أيضا موضوع كيف أثرت، يعني كيف لها أثر كبير. طبعا قالوا الفلاسفة والعلماء لولا حضارة العرب والمسلمين لتأخرت حضارة الغرب 1000 عام. كيف؟ هل تعلم أن جامعات غرناطة وإسبانيا والأندلس كان يأتي إليها 4000 طالب وطالبة من عموم أوروبا يدرسون هنالك العلوم؟ وتخيل كل عام يأتي إليها هذا العدد والحشد من الطلاب، حتى أن يوما ما قالوا إما أن نأخذ هذه اللغة، اللغة العربية، فتكون نعم. لغتنا وتصبح أوروبا عربية، نعم. أو نترجم العلوم. وإذا بهم يقولون لو ترجمنا العلوم هذا أفضل لبقاء هويتنا.
ترجمت العلوم، والذي غير أوروبا هو هؤلاء الذين درسوا العلوم العربية بلغتهم الأم، مثل يعني مثلا عندك كان المنهج الأرسطي هو السائد، أتى روجر بيكون الذي تأثر بالبلخي وابن سينا والكندي، تأثروا وحولوا أوروبا من المنهج النظري الأرسطي الفلسفي إلى المنهج التجريبي، وتحولت أوروبا تحول رائع جدا، حتى أن هيجل الذي هو سيد الفلسفة التاريخ هو متأثر بابن خلدون بنظرية الدولة، ديكارت الذي أسس المنهج الشك متأثر بالغزالي، فكانت تحولات بشكل سلس جميل، هكذا العلوم كانت يأخذ أحدهم عن الآخر، فكانت أهمية الحضارة الإسلامية فعلا نقطة ارتكاز واتقاد، اتقدت العلوم والمعارف بأرقى ما تكون. هل تعلم أن الآن أوروبا لديها من مخطوطاتنا 75% في الوقت الذي لدينا الآن 25%؟ ماذا لديهم؟ ماذا عرفوا؟ كيف صنعوا؟ كيف تحولت أوروبا من العصور المظلمة إلى عصور النهضة؟ هي هذا الاتقاد الذي حصل حينما التقى وتلاقح الغرب مع علوم المسلمين العرب. جميل. سيدي الفاضل، من المتعارف عليه أن لأي حضارة هناك خصائص وأنواع، ماذا عن الحضارة الإسلامية خصائصها وأنواعها؟ أعظم وأجمل خصيصة بها هي أنها نقطة ارتكازها الإنسان، تريد أن ترفع من شأن الإنسان من خلال محور الذي هو التوحيد. التوحيد طبعا كل النبوات أتت بفكرة التوحيد، في الأمة الأخيرة أتت بمصطلح التوحيد بجملة لغوية جعلت الإنسان يتحرر تحررا كاملا، بحيث ألغى كل الخرافات، بعد نفسه ما تطيق، لذلك تجده لا يحتاج إلى معجزة، مجرد أن تتفكر وتنظر أن الله خالق هذا الكون تجد أنك هذه ورقة الأشجار هي معجزة في ذاتها، لأنك لو رأيت انفلاق البحر الذي حصل في زمن موسى كل يوم لأصبح ظاهرة يعتاد عليها ويتبلد الذهن، فيقول لك كل شيء في هذا الكون هو معجزة، فقط فعل النظر والتدبر والتفكر. فالإنسان الخالق، العدل، المساواة، العلم والتعليم، التحاور والتعارف مع الحضارات، يعني عفوا دعني أذكر لك هذه الآية الكريمة التي هي أنضج ما يكون منذ ذلك الحين، الله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. انظر هنا الخلق ثم الجعل، يعني لماذا اختلفت هذه الألوان، هذه الأشكال، هذه اللغات، هذه الثقافات، العربي والأجنبي والهندي والأفريقي والصيني وإلى آخره، لتعارفوا. اللام لام التعليل، والألف إذا دخلت على الفعل تفيد المشاركة، التعارف يعني تبادل المعرفة، في حينها نكتمل إنسانيا. هكذا هذه من أعظم خصائص هذه الأمة وهذه الحضارة، يعني هي تكتمل مع الآخر، ولا تطغى أمة على أمة، لا تريد أن تطغى أي أمة على أمة، تحترم الإنسان في أي مكان وزمان، مهما اختلف فكره، مهما اختلفت ديانته، هو إنسان. عندنا شيء حتى في عالم الألوان الفنانين يعرفون ذلك، الانسجام الهارموني والتضاد الكونتراست، أعلى درجات الاكتمال بالتضاد والاختلاف، وأعلى درجات الانسجام بالتكرار، يعني حتى المختلف معه أكتمل. فهذه ثقافة كان يهيئ لها القرآن الكريم بأن يصنع نموذجا حضاريا مختلفا عن الآخر. نعم أستاذ زيد، القرآن الكريم هو الأساس الذي أقيمت عليه معالم الحضارة، ما هو دور القرآن الكريم في تهذيب سلوك البشر وتوجيههم إلى التفكر وبناء العقل؟ أبرز سورة، هو الحديث طويل يحتاج هذا السؤال ربما حلقة كاملة، ولكن أبرز سورة تصنع إنسانا حضاريا هي سورة نقرأها كل يوم جمعة، سورة الكهف. كهف نعم. سورة الكهف التي تعصم من الدجال إلى آخره من الفوائد،
كأنما انظر هي أربعة قصص لا تجتمع زمانا ولا مكانا ولا مرحلة ولا حدثا ولا شخصيات، هي عبارة عن مراحل تؤسس في المرحلة الأولى أهل الكهف صراع الإنسان مع الوثنية، ثم تنتقل أصحاب الجنتين صراع الإيمان مع القيم الحياة، ثم يبدأ الانسجام صراعين وانسجامين، الانسجام الأول هو العلم موسى والخضر، ثم بعد ذلك الانسجام مع ذي القرنين حينما قال له إنا مكنا له في الأرض، مكنا له في الأرض خلاص أقيمت الحضارة، أنشئت الحضارة من خلال هذه القيم. وانظر إلى مجموعة من الناس قالوا له يا ذا القرنين قالوا له هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ردما، قال لا يفقهون قولا، وفي قراءة لا يفقهون قولا، انظر أهل اللغة الذين ضعفت لديهم هم لا يستطيعون أن ينتجون معارف، لا يستطيعون أن يكونوا فاعلين منتجين. فانظر هذا القرآن كيف وضع لا يفقهون قولا أو لا يفقهون قولا، هؤلاء قال ما مكنني فيه ربي خير أعينوني بقوة، طلع طاقاتهم فجر طاقاتهم نعم. حتى يصلح شأن هذه الأمة. نعم أستاذ، خلنا نتطرق إلى الحديث عن فن من فنون الحضارة الإسلامية الكثيرة، طبعا هي الفنون، ولكن نتكلم تحديدا عن الخط العربي، كيف بقي صامدا إلى يومنا هذا؟ نعم أستاذ علي، سألت عن عظيم الخط العربي، من حقيقة من أعظم وأجمل الفنون. الكل يختلف في الفنون، يعني مثلا السريالية، التجريدية، التعبيرية، يقف أمامها مجموعة من الناس يحبونها وآخرون ربما لا يتقبلونها. الخط العربي بالاستقراء التام الذي يقولونه هو محال عقلا، أنا أقول بالاستقراء التام ما من أحد نظر إلى لوحة من لوحات الخط العربي إلا واندهش لها. أكيد. لماذا؟ لأن فيها أعلى مواصفات النسب الذهبية الجميلة. نعم. الخطوط كانت أنشئت، الأغرب شيء حصل في التاريخ أستاذ علي، الفنون كلها أحدها تأثر من الآخر، من الحضارات وادي الرافدين في العراق، مصر، الإغريق، الصين، واحد يأخذ من الآخر. يعني ترى الأسد الذي وضع في بوابة بابل تجد نفسه هو التنين في الحضارة الصينية، نفس المعاني، هنالك تلاقح وتوافق. الخط العربي لم يتأثر بأي فن من الفنون، ولد أصيلا من رحم هذه الأمة، وهذا من أغرب ما يحصل في التاريخ. لماذا؟ خل نقول لماذا، هذا ينبغي أن ننظر فيه، لأن هذه الأمة كانت هويتها راسخة، منتجها أصيلا، إبداعها انبثاقيا، لم تأخذ من غيرها، كانت تعطي عطاء متغيرا مختلفا رائعا. يعني هل تعلم أن الفن، تحولات الفن من كان العصر الكلاسيك اللي يسموه عصر النهضة اللي هي الموناليزا وغير هذا الفن الكلاسيك، اللي عندما اطلعوا كيلي وجورج براك وكايندنسكي على الفنون الخط العربي وبيكاسو، يقول بيكاسو أقصى نقطة وصلت إليها في الفن وجدت أن الخط العربي سبقني إليه، تحولت أوروبا إلى فن التجريد حينما اطلعوا على الخط العربي. نعم. يعني فن شيء غير اعتيادي، وبدأ حينما نزل القرآن، كما اعتنوا به لفظا وتلاوة اعتنوا به كتابة وخطا، فأنجبنا تسعة خطوط أصيلة، بل هي كانت عندي بحث الخطوط المندثرة وصلت إلى 80 نوع من أنواع الخطوط، الذي بقي وتطور تسعة خطوط. نعم. ممكن أن أذكرها على السريع، اللي هي سيد الخطوط، الثلث، والنسخ، والإجازة، هذه ولدت في بغداد على يد ابن مقلة، الديواني، الديواني الجلي، الرقعة في تركيا، الكوفي هي تطور في الكوفة وانتشر وازدهر في مصر، الكوفي ربما لدينا أكثر من 60 نوع. نعم. هكذا هذه الخطوط وهي نعم. تدرس الآن. ما شاء الله عليك، يعطيك العافية أستاذ، نحن تشرفنا فيك اليوم. الأستاذ لكم. زيد أحمد أمين الأعظمي، مستشار في الفنون واللغات والثقافة، يعطيك ألف عافية. ألف شكر لك، سعداء جدا بتواجدك معنا. تشرفت اليوم. جدا بحضوري معكم، ولقاء جزيلا لك. حياتي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير إن شاء الله وراجع لكم.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وإلى فقرتنا الأخيرة والجميلة من ذاكرة الفجيرة. قرية العيينة والتابعة لإمارات الفجيرة، يعني من اسمها المفروض نعرف شو تحتوي. سميت العيينة لكثرة العيون الطبيعية فيها. تقع قرية العيينة قرب مدينة دبل فجيرة، وكانت تشتهر قديما بالعيون الطبيعية والمياه العذبة فيها، وبسبب وفرة المياه فيها اشتهرت العيينة بالزراعة في المنطقة، تعتبر بيئة زراعية خصبة وممتازة، حيث يحرص الكثير من أهلها على العمل بالزراعة واستثمارها بشكل جيد. تحوي العديد من الثمار وشجر النخيل إلى جانب أشجار الليمون والمانجو والرمان والتوت وغيرها من أنواع الحمضيات والفواكه المختلفة. المنطقة أيضاً مشاهدينا الكرام محاطة بسلسلة من الجبال الشاهقة، والوديان تحيط بمنطقة العيينة مجموعة قرى، وهي قرية الحلاة وقرية وادي العبادلة وقرية وادي سنة وقرية عشاصة، وينتهي طريق العيينة الجبلي إلى قرية طيبة. ومن المعروف أنه كانت العيينة قديماً طريقاً للقوافل التجارية واستراحتهم في رحلاتهم إلى الفجيرة ودبي والشارقة وعجمان ومختلف مناطق الدولة، وكانت أقل رحلة تستغرق 6 أيام في الذهاب والعودة. وكانوا قديماً أيضاً يصعدون الجبال لجمع العسل وصيد الوعول والضباء، وأحياناً يتم صيد الوحوش اللي تغزو القرية وتهاجم المواشي تحديداً والطيور، وكانوا يعتمدون على الحرف اليدوية أيضاً والمهن المختلفة اللي تتوفر في إطار مناطقهم مثل الزراعة ورعي الأغنام أيضاً والبحث عن العسل. وأيضا يميز العيينة وجود برج مراقبة بري قديم جدا وتنتشر في قرية العيينة البيوت والسكنات القديمة جدا، وكذلك القبور العشوائية. مشاهدين الكرام، وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة، وطبعا نتمنى أنها حازت على إعجابكم، على أمل لقاء إن شاء الله بكم في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتصبحون على خير.